فاطمه من تازا. الو. صباح الخير لاله سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ صبحتي على خير؟ يخرب دخلك عزيزتي. الحمد لله، بارك الله فيك. تحياتي لكم وجميع المستمعين. الله يبارك فيك، مرحبا. لا لاله سناء، البارح كي سقسيوني على، قالوا لي ما قلتيش على القرص، القرص هذوك جوج معالق كيتخلطوا مع القرص. اييه، في القرص اللي عطيتينا البارح. واخا البارح وداك السكوت ملي كيجي، ملي كيطيب، ملي كتقطعي العجين كتلقاي العجين ابيض والاكحل والابيض من تحت، يعني الديكور ديالو رائع وحتى المذاق زوين. واخا الا سمحتي لي، لا انا ان شاء الله نكمل داك البريش حتى هو قال لي ما يعني ان شاء الله. واخا نعاودو حسن. اي ان شاء الله. عند حبيبتي الربع ديال دقيق الفول، اييه، جوج بيضات مليحه، اييه، جوج معالق سنيده، خميرة معجونة كنجمعوها بالحليب، وعندنا 50 غرام الزبدة في التالي ملي كنجمعوها بعد كنزيدو الزبدة شوية بشوية، كنخليوها تخمر. عندنا في الحشو عندنا الشريحة مفورة، ايه، كنخلطوها مع شي واحد نص كاس ديال الماء، جوج فانيات، قشور ليمون حامض، وكاس ديال كاوكاو مهرمش. يعني كيتقصي واش مطحون واش هذا، زعما ملي كنعاود المقادير باش يعرفوا اللوز او كاوكاو كيكون مهرمش. تفضلي. هنا اللي عندنا ملي كنفوروا الشريحه كنزيدوا على داك الكاس، وحنا كنعجنوا مع داك الفاني مع قشرة الليمون مع داك الكاوكاو مهرمش، وكتكون لينه كتكون عندنا العجين ديال الشريحه كتكون عندنا جاهزه، والعجين الاخر ملي كيخمر كنطلقوه مثلث يعني معرضش بزاف، فهمتينا لا سناء؟ اي مفهوم. يتبعوا غير الطريقه، مثلث ملي كنطلقوه كنطلقوه عاود ديك العجينه فوق منها ديال الشريحه، وما كنلويوش على فات الطولي، كنلويو على العرض. العرض، اييه. يعني ملي كيكون طويل كنلويو على الطوله، باش ما كيعطيناش العجين بزاف لداخل، ما يجيناش مدقس. اي اللي بعثك الخير. ملي كنهزو ملي كنساليو في الجناب كنلفقوه مزيان، وكنجيو كنضغطو عليه غير شي شويه. اييه. وكنجيو كنفلشوه بالموس، ما كنقسموهمش يعني غير في الراس. كنقسمو غير واحد الراس، الراس الاخر كيكون لاصق. وملي كتهلا مثلا ملي كتفرقي كتفي ديك الشريحه والعجين، الشريحه والعجين كتزي كتقلبي الوجه ديالو كتقلبيه لتحت شي شويه وكتطلع لك ديك الشريحه للفوق. فهمتيني؟ وكتزي كتضفريه جوج ضفيرات بحال هكا، كتلوي وحده على وحده. الله يعطيك الخير، كتزي كتلصقيه في الجناب. لصقيه في الجناب. اها. فهمتي الطريقه لاله سناء؟ مفهوم. كنتمنى المستمع تيفهموا، كتشدي من الجنب ومن الجنب من هاد الجهه الاخرى كتضغطي عليها بيديك باش ما تحلش، وكتعطيك ديك الشريحه وداك العجين من الفوق، كتعطيك طبقات كتخليه يخمر ما كيدهنش، بس كيبان لنا داك الطبقات، كنخليوه يخمر وكندخلوه للفران يطيب. ملي كيطيب نخليوه يبرد شويه وكنقطعوه، كيجينا طبقات والمذاق رائع وزوين. الله يعطيك الصحه. ربي يخليك بالصحه والراحه لاله سناء، وزيد السعيده وعواش لكم مبروك. بارك الله فيك، شكرا لك بزاف. ربي يخليك لاله سناء، صحتك مبروك وعلى سنه لاله سناء حبيبه. مرحبا، بارك الله فيك، شكرا لك بزاف لاله فاطمه.